الوي الصادق يدخل مدرسته 26 سبتمبر بمديرية المظفر بتعز بيوم مختلف عن بقية الأيام، وقد أعد مع زملائه حفلا بهيجا دعي له مسؤولي السلطة المحلية وأولياء الأمور والكثير من الضيوف كأغلى يوم في حياة اليمنيين. هذا يوم خالد وعظيم بالنسبة لليمنيين، نقطة تحول بالنسبة لليمن والانعتاق من الشر والكهنوت والظلم، ونحن في هذا اليوم نحتفل بهذا الحفل أو اليوم العظيم بالنسبة لليمن واليمنيين كافة وفي المدارس أيضا. لوي أحد نجوم الحفل الذي لن يكتمل إلا بصوته، وهو يتغنى ويردد صوت الأرض والإنسان. وهبيهم سدة مشرفة في جبين الشمس من عز منيف، وابعث الأمجاد في موكبهم وأريهم تقعا بين الصفوف. هذا يوم مبارك تحررت فيه الكبرياء الشعب وانتفضت فيه إرادة الشعب، وخرج الشعب يختار من يحكمه بنفسه. هذا اليوم سيبقى خالد الساعات واللحظات، هذه اللحظات تم تسجيلها عبر الزمن لمدة 62 سنة. جيل تشرب مبادئ الثورة مع حليب الأمهات، لذا يرفضون الأفكار الرجعية المتخلفة المرتبطة بالفرس وخرافات الأزمنة البائدة، ومتعطشون للعلم والمعرفة والتقدم ومنافسة الأمم بأهداف عظام، لا بما تغرسه الميليشيات الطائفية اليوم بأن أعضاءها سادة وبقية الشعب اليمني خداما لها. وكما يبدو بأن وهج وألق 26 سبتمبر والاحتفاء بها لن تتوقف. نعيش هذه الأيام الأجواء الاحتفالية بثورة 62 لثورة بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، لنؤكد أننا ثوريون جمهوريون متمسكين بأهداف ونضالات شهداء الثورات اليمنية، ولن تخفض راية سبتمبر الجمهورية ما دامت أرواحنا تنبض بالحياة. مظاهر وطنية عكست عمق انتماء هذه المدينة للثورة والجمهورية، وهو تجديد للعهد من جيل تشرب أفكار الحرية والكرامة ولن يتنازل عنها مهما كان الثمن. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.